كليني ما عندي من عطيه اللاعب المغربي يرفع مع علم بلاد المغرب. العلم المغربي موجود في اليوفي ستاديوم. بن عطيه بطل ايطالي مع اليوفي. تحيه لابطال اليوفي بالكامل. بن عطيه والاخر في تحيه للجمهور. الميداليه الثانيه للمادي بن عطيه. مادي بن عطيه سبق ليلعب في ايطاليا مع الاودينيزي مع روما، ولكن اليوم مع اليوفي يعيش لحظه التتويج دوج بكوبا ايطاليا. والان بسكوليتو موسم واحد لقبين، وقد ينهي هذا الموسم مع اليوفي بلقب ثالث هو اللقب الغالي. هادي بن عطيه لو يتوج مع اليوفي بالتشامبيونز ليج يصبح ثاني لاعب عربي يفوز باللقب بعد الجزائري ربح ماتشير 87 مع FC بورتو. إذا أعجبك الفيديو لا تنسى الإعجاب والتعليق، ولكي يصلك كل جديد اشترك الآن.